بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 82 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج نور على الدرب. يتولى الإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي حمل البرنامج هذه الأسئلة إلى فضيلته، فتفضل مشكورا بالإجابة عليها. وبريد البرنامج كما هو معلوم للجميع: المملكة العربية السعودية، صندوق البريد 60059، وزارة الإعلام، إذاعة الرياض. نرجو من المستمعين أن تكون الخطوط واضحة، وأن تكون الأسئلة أيضا مختصرة، حتى نسهم في تقديم أكبر عدد ممكن من الرسائل للمستمعين. مرحبا فضيلة الدكتور، حياك الله مع المستمعين في هذه الحلقة. حياكم الله وبارك فيكم وأعانا جميعا. فضيلة الشيخ، في مقدمة هذه الحلقة تبقى رسالة لأحد الإخوة السائلين في حلقة مضت من حلقات البرنامج، يقول فيها السائل: إذا كان يجوز للمسلم أن يتزوج بكتابية، فهل يجوز له أن تظل كما كانت عليه من ارتداء الملابس القصيرة وعدم التستر وقص الشعر وما إلى ذلك من أمور؟ جزاكم الله خيرا، وأخيرا شكرا لفضيلتكم على الإجابة مقدما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الزواج من الكتابيات بالنسبة للمسلمين أمر مباح، وذلك في قوله تعالى: المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حل لكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فشرط في الزواج من الكتابية أن تكون محصنة، وهي العفيفة في عرضها، النزيهة في عرضها، وأن تكون ملتزمة أيضا بآداب الحشمة وآداب الستر. فإذا كانت بهذه المثابة أبيح للمسلم أن يتزوج منها. أما إذا لم تكن عفيفة في عرضها فلا يجوز للمسلم أن يتزوج منها، أو كانت متساهلة في الستر وأيضا لم يجوز للمسلم أن يتزوج منها حتى ولو كانت مسلمة. المسلمة إذا كانت تتساهل بالحجاب وبالستر لا يجوز للمسلم أن يتزوج منها، فكيف بغير المسلمة؟ رسالة أخرى جاءت لبرنامج نور على الدرب من المرسل ربيع معوض، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهنا ذا أعرض سؤالي على أهل الذكر والعلم هنا في المملكة العربية السعودية. يقول في سؤاله: كنت مسافرا إلى السعودية، وأعلم أن المسافر يقصر في الصلاة، وصليت الصبح ركعتين، وصليت الظهر والعصر ركعتين فقط، وصليت المغرب ثلاث، وصليت العشاء ركعتين، ودمت على ذلك ثلاث ليال بأيامهن، فهل أنا أخطئ أو صحيح ما فعلته؟ من فضلكم جزاكم الله خير، أجيبوني على ذلك. المسافر نعم أباح الله له القصر، قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، يعني سافرتم، وليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وبهذا جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر يقصر الصلاة من حين خروجه من المدينة إلى أن يرجع إليها، والقصر في السفر أفضل من الإتمام. وما ذكره السائل من أنه جاء إلى السعودية مسافرا لقضاء حاجة لا للبقاء في السعودية أو العمل المستمر الطويل في السعودية، وإنما لغرض ينتهي ثم يرجع، فهذا فيه تفصيل. إذا كان نوى إقامة 4 أيام فأقل فله القصر، وإن نوى إقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة، لأنه يأخذ أحكام المقيمين. وإن لم ينوي إقامة محددة أو أقام لقضاء حاجة لا يدري متى تنتهي فإنه يقصر الصلاة أيضا ولو طالت المدة. إذن المسألة فيها 3 حالات. الحالة الأولى إذا نوى إقامة 4 أيام فأقل فله القصر. الحالة الثانية إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فيجب عليه الإتمام.
الحالة الثالثة إذا لم ينوي إقامة أصلا أو نوى إقامة لقضاء حاجة لا يدري متى تنتهي فإنه يقصر الصلاة لأنه لا يزال مسافرا. نعم. إذن هذه إجابة لأولئك الذين يسألون باستمرار كيف تقصر الصلاة داخل المدن من قبل أولئك الذين جاءوا إلى مدينة ما لغرض ما. لا. فإذا ما وصل الإنسان من أجل غرض فلا بد أن يشترط النية في القصر، وإذا زادت عن 4 ليال فإنه يتم صلاته. أما إذا كان لا يعلم هل سيستمر السفر أم سيقيم فهذه أيضا نريد التوجيه من فضيلتكم في مثل هذه الحالة. نعم، قلنا أنه يقصر الصلاة لأنه لا استمر طويلا، لم يجمع إقامة هنا. نعم. قصة ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس في أذربيجان أظن، التي ابن عمر رضي الله عنه. نعم. حبسه الثلج 6 أشهر. نعم. لأن الثلج لا يدرى متى يزول ومتى يحصل الدفء وزوال. نعم. العذر. نعم. لأن هذا أمر لا يعلمه إلا الله، فبقي. نعم. يقصر الصلاة لأن هذا حبسه العذر الذي لا يدري متى ينتهي. نعم. ما حكم أولئك الذين فعلوا أخذوا بالإتمام والقصر فيما مضى من أيامهم الآن؟ كيف؟ شخص أقام في مدينة ما جاء من أجل أن يعمل مثلا عملا لتجارة وقصر في صلاته أياما ثم أتم في أياما ثم عاد وقصر بحكم ما يسمعه من الناس. قلنا في الأول إن القصر مستحب والإتمام جائز، فإن فعل الشيئين فلا بأس. فإن المسافر إذا أتم فهو أفضل. نعم. وإن إذا أتم فهو جائز، وإن قصر فهو أفضل. نعم. أما من نوى إقامة تزيد على 4 أيام فهذا ليس بمسافر، هذا يتم الصلاة. نعم. نعم. ما يشاهد فضيلة الشيخ الآن من المسافرين على الطرقات، بعض منهم يقصر وبعض منهم يتم، وإذا ما دخلوا في مسجد ما كان متما هذا الإمام أتموا معه أو قصروا، فما في مثل هذه الحالات كيف يفعل المسافر؟ الجواب كما سبق أن المسافر إذا صلى على الطريق فالأفضل أن يقصر الصلاة. نعم. وإن أتم فهو جائز، أما إذا صلى وراء إمام يتم الصلاة. نعم. فإنه يلزمه الإتمام تبعا لإمامه. نعم. نعم. من دخل في الصلاة وقد انتصفت الصلاة أو أتمت الصلاة توائم النيتين. نعم. إذا صلى خلف إمام يتم الصلاة فإنه يجب عليه الإتمام ولو لم يدخل إلا في آخرها. نعم. أو في أقل جزء منها، لأنه يلزمه متابعة الإمام، حكمه حكم الإمام، والإمام يتم الصلاة يلزمه الإتمام. نعم. نعم. وأما المقيم إذا صلى خلف من يقصر الصلاة. نعم. فإنه إذا سلم الإمام الذي يقصر الصلاة يقوم المقيم ويتم صلاته ولا يكون تبع الإمام في هذه الحالة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة الفتح لما صلى بأهل مكة، قال يا أهل مكة أتموا لأنفسكم فإن قوم سافرون. الله أكبر. نعم. إذن هذا إجابة أيضا لأولئك الذين يسألون عن حكم إتمام الصلاة خلف إمام مسافر. هنا. نعم. دكتور صالح، تكثر الأسئلة في مسائل السفر والقصر والإتمام في الصلاة، فلو شخص جاء في جمع صلاة العصر والظهر ودخل مع إمام قد أنهى صلاة الظهر مثلا وهو لم يصلي الظهر بعد على الخط أو على المسار، له أن يدخل معه بنية الظهر. بنية الظهر. بنية الظهر، واختلاف النية هنا لا يؤثر. فيجوز أن يصلي على الصحيح، أن يصلي بنية الظهر خلف من يصلي العصر. نعم. لا مانع من ذلك. نعم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة فحواها أنه يتحدث عن الصلاة خلف طابق فيه أو عليه يطل على مسجد. طالب في الصف 3 الثانوي يأخذ دروسا في مبنى، وهذا المبنى يقول مكون من 3 طوابق، الطابق الأول مسجد يصلي به الرجال، الطابق الثاني فوقه وهو مسجد يصلى به من قبل النساء، أما الطابق الثالث فهو فوق الطابق الثالث يوجد به دروس العلم وحلق الذكر، لكنني وجدت في نفسي حرج بأن أكون في الطابق الأعلى والمسجد الطابق الأسفل تقام فيه صلاة العصر ونحن نتلقى دروس العلم في الطابق الثالث، فخفت أن يكون هذا الأمر حرام بأن أمشي على الأرض الذي فيه مسجد، فهل هذا حق من قبل ما فعلته أو الشيء الذي فعلته؟ الأمر ليس في مشيك على طابق المسجد الذي تحته مصلون، هذا أمر سهل، لكن الأمر الصعب أن الجماعة يصلون وأنت في هذا الطابق أو معك ناس تزعمون أنكم تدرسون الدروس تطلبون العلم. نعم. الواجب أن تنزلوا وتصلوا مع الجماعة، فإذا فرغت الصلاة تصعدون لدروسكم في سطح في الطابق الثالث، ولا يجوز لكم أن تبقوا في هذا الدور بحجة أنكم تدرسون دروسكم
أو تتلقون العلم وتتركون حضور صلاة الجماعة وأنتم في مبنى واحد وقريب بعضكم من بعض. الواجب على المسلمين أن يصلوا جماعة ولا يتفرقوا. نعم. رسالة من المستمع عين عوض من المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية يقول: فضيلة الشيخ سعد الله أوقاتك بكل خير، كان جدي في حياته يملك أرضا وأولادا وبنات، قبل وفاته سجل الأرض باسم والدي، وبعد فترة من وفاته قام والدي بتصليح الأرض، زرع فيها نخلا وأنتجت الأرض والحمد لله، وبعد فترة طويلة من الزمن جاء أعمامي وعماتي قالوا لهم نصيب في الأرض والنخل، مع أن كانت الأرض لا يوجد بها نخل في حياة جدي، هل لهم نصيب أم لا؟ إذا كان لهم نصيب فكيف تقسم الأرض والنخل مع العلم لا لهم مساهمة في تصليح الأرض والنخل؟ المرجو منكم الإفادة، جزاكم الله كل خير. هذه قضية خصومة بين طرفين. نعم. كل يدعي بدعوى، والخصومات مرجعها إلى المحاكم الشرعية وليس من خلال هذا البرنامج. نعم. إنما هنا هي وجهة نظر واحدة. نعم. وتفتقد إلى وجهة نظر الأخرى. نعم. إيه نعم. نعم. ما يصل إلى برنامج نور على الدرب الواقع كثير وسيل من الرسائل في برنامج نور على الدرب، نتمنى أن تكون الرسالة تصل لبرنامج رسالة واضحة محددة الأهداف مختصرة الصيغة حتى تصل إلى فضيلة الشيخ ويجيب عليها إجابة إن شاء الله كافية. من أحد الإخوة المحررين في مجلة إسلامية يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو التكرم بعرض سؤالي هذا على أهل الخبرة والرأي. السؤال يقول: أنا تاجر دهانات أبيع بالجملة والقطاعي، يأتيني إخوان من الدهانين يطلبون إعطائهم عمولة وعمل بين قوسين مبلغ من المال لفضيلة الشيخ مقابل شراء الدهانات، ولا يهمهم سعر الشراء لأن المالك أو صاحب العمارة قد كلفهم بشراء الدهانات وسيدفع قيمة الفاتورة. يقول: سأطرح مثال وباختصار، قيمة الدهان هو 100 ريال سعر البيع، يضاف إليها قيمة العمولة التي تضاف على سعر الدهان، تكون الفاتورة مكتوبة بهذا الشكل 230 لأن أخذت عمولة 30 ريال، يصبح الدهان ب 230 وهي التي تكتب في الفاتورة ويدفعها المالك من جيبه الخاص، ولا يعلم المالك أن السعر الحقيقي هو 100 ريال وليس 230، وإن لم أفعل ذلك لا يمكن أبيع الدهان أو أتعامل مع الآخرين حيث أن الدهان يشترط ذلك الشراء من عندي، فهل يجوز لي أن العمل أم لا؟ هذا العمل لا يجوز لأنه كذب وخيانة من هؤلاء الوكلاء، ولا يجوز لك أن توافقهم على هذا الكذب، بل الواجب أن تكتب في الفاتورة القيمة الحقيقية للدهان، وهم حقهم على الموكل، حقهم على موكلهم، إن كانوا عمالا عنده فليس لهم إلا راتبهم، وإن كانوا سماسرة يشترون له بالوكالة يعني كدلالين فإن حقهم يكون عليه وعمولتهم عليه، لا تكون على هذه الطريقة تدمجها مع القيمة وتغرر بالموكل على أن الجملة كلها قيمة للدهانات، في حين أن القيمة 100 ريال والثلاثين هذه اتفاق بينك وبين هؤلاء الخونة. هذا أمر لا يجوز، وإن كثر وقوعه والتساهل فيه وبحجة أن أصحاب المحلات يقولون لو لم نعمل هذا ما جاءونا يشترون منا، فهذا لا يبرر الكذب والمشاركة في الإثم، والواجب الصدق، والواجب أن يبين أمر هؤلاء. فلو أن هذا السائل وغيره من أصحاب المحلات اتفقوا على أن ينكروا على هؤلاء ويبلغوا موكليهم عن هذا العمل امتنع منه كثير منهم، أما أنهم يجاملونهم ويوافقونهم على هذا الكذب فهذا هو الذي روج هذه المهنة السيئة. نعم. دوره هو قد علم الحكم الشرعي في مثل هذه الحالة، هذا التاجر دوره أن يلزم الصدق وأن لا يكتب في الفاتورة إلا القيمة الحقيقية والنصح أيضا والنصح لهم ويبين لهم أن هذا أمر حرام وتغرير بموكلهم. نعم. ومن الرسائل التي جاءت لبرنامج نور على الدرب رسالة من الأخ الكريم محمد خليل من مدينة في القصيم، يقول: لدي مجموعة أسئلة لعلي أوجز. يقول هذه الرسالة بسؤالين فقط: لقد قام أبي وأمي باختيار زوجة لي وهي تقرب لي، هي بنت خالي متعلمة ومتدينة وملتزمة، وأنا وافقت على هذا الأساس لأني أعرفها معرفة جيدة. قام أبي بطلبها من أبيها، وعندما سألها عن الزواج تفاجأت بأن تقول لي أنا غير موافقة على الزواج منك، وقمت بتعريف الوالد بهذا الأمر فقام أبوها بضربها أمامي، وبعدها قالت أنا موافقة الآن، وقمنا بقراءة الفاتحة
الفاتحة وشراء الذهب. سافرت أنا إلى المملكة منذ 5 أشهر، حتى الآن لم تسأل عني ولم ترسل لي أي خطاب، وعندما أتحدث معها عبر الهاتف تحدثني وكأنها تحدث رجل غريب، وهذا ما يحسني بإحساس بأنها غير موافقة أو غير راضية على الزواج. فما رأي فضيلتكم، هل أتوكل على الله وأتم الزواج أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. أولا، إقدامك على هذا الزواج من الفتاة وأنت تعلم أنها غير راضية، ثم سعيك في أن والدها ضربها وأجبرها، العمل الخاطئ. الواجب عليك أن تركت التزوج منها من أول وهلة، وعدم الدخول في هذه المشكلة، لأن المرأة لا تزوج إلا برضاها، إن كانت سيبا فهذا محل اتفاق، وإن كانت بكرا فالصحيح أيضا أنها لا تجبر على ما لا تريده. وعلى كل حال، إذا كان الواقع كما ذكر وأن هذه الفتاة أجبرت على الزواج من غير رضاها وعقد النكاح على هذه الحالة، فالعقد يكون صحيحا، ولكن يبقى لها الخيار، هي إن شاءت فسخت وإن شاءت أمضت هذا العقد، يكون لها الخيار لأجل إزالة الضرر عنها، فتعطيها الخيار، تقول هل أنت راضية فيمضي العقد، أنت لست راضية فلك الفسخ، فإن فسخت فلها الحق في ذلك. وأما قولك قرأنا الفاتحة لا تقرأ في عقد النكاح، وإنما هذا من عمل العوام أو من أعمال المبتدعة، الفاتحة لا تقرأ في عقد الزواج. إذن إكراه الفتاة على الزواج أمر مهم. أود أن يتفضل فضيلة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان بالتعريج على هذا الموضوع الذي في الآونة الأخيرة برز إلى الوجود. أشرنا إلى هذا وقلنا إن المرأة لا تزوج إلا برضاها، إن كانت سيبا فهذا محل وفاق بين أهل العلم، وإن كانت بكرا صغيرة أو كبيرة بالغة، فالصحيح من قولي العلماء أنها لا تجبر أيضا. هذا هو الحكم الشرعي فضيلة الشيخ. أتمنى أن تهمس في أذن ولي الأمر أيضا. فلا يجوز لأولياء أمور الفتيات أن يزوجوهن إلا برضاهن من هؤلاء الأزواج، وذلك لأن الزواج عقد عشرة وعقد اجتماع بين الزوجين وتكوين أسرة وبيت وإنجاب أولاد، فإذا لم يقم على أساس صحيح من الأول وعلى تفاهم صحيح ورضا من الزوجين، فإنه يبقى مكدرا ومنقصا. وأيضا هذا ظلم للفتاة أنها تجبر على الزواج بمن لا تريده، بل بناء على رغبة وليها في ذلك أو لغرض في نفسه. الفتاة لها حق الاختيار وحق الرضا، ولوالدها حق الرقابة عليها لئلا يزوجها إلا من كفء في دينه وأمانته، هذا حقه ودوره. أما أنه يجبرها بغير رضاها فهذا أمر لا يجوز، وقد حذر منه الشارع صلى الله عليه وسلم ونهى عنه في أكثر من حديث. سؤاله الثاني في هذه الرسالة يقول: لدي مبلغ من المال وضعته عند رجل من جماعتنا على سبيل الأمانة لأني غير محتاج له في الوقت الحاضر، هل يجوز إخراج زكاة عليه أم لا؟ وما هي الزكاة المفروضة على مبلغ قدره 1000 ريال؟ نفع الله بعلمكم. نعم، الزكاة واجبة في هذا المبلغ لأنه يزيد على النصاب إذا تم عليه الحول، إذا تم عليه سنة من تملكك له فإنه تجب فيه الزكاة. وذلك بأن تخرج منه ربع العشر، ففي 1025 ريالا ربع العشر. ونواصل أيضا أيها الإخوة عرض هذه الأسئلة في برنامج نور على الدرب على فضيلة ضيفنا الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. رسالة وصلت من تعز في اليمن، باعثها عبد محمد قايد، يقول: إلى بلاد الإسلام ومهبط الرسالة المحمدية، المملكة العربية السعودية، الرياض، برنامج نور على الدرب. أبعث هذه الرسالة مضمنة لبعض الأسئلة، من بينها يقول: يوجد معي 10 أغنام، ومع أخي 10 أغنام، ومع والدي 30 شاة، وهن في بيت والدي ونحن تحت رعاية والدي، فهل تجب علينا دفع الزكاة رغم أنني كبير في العمر؟ هذه الأغنام فيها تفصيل، إذا كانت هذه الأغنام للتجارة طلب الربح بأثمانها فإنها تزكى زكاة عروض التجارة، لأن تقوم عند الحول ويدفع من قيمتها ربع العشر إذا بلغت القيمة المقدرة النصاب، وهو ما يعادل 56 ريال بالريال السعودي من الفضة تقريبا. أما إذا كانت هذه الغنم للقنية وللدر والنسل والاستبقاء، فهذه إن كانت ترعى أكثر الحول
من الكلى من البر فإنها تجب فيها الزكاة، وما ذكرتم من أنها مقسمة لأشخاص، واحد لـ30 وواحد لـ10 وعشر عشر وعشر، نعم. هذه 50، هذه تجب فيها زكاة الخلطة. نعم. الخلطة توجب فيها الزكاة إذا كانت دائما مجتمعة ترعى جميع وتبيت في مكان سواء وكأنها مال واحد وترعى أكثر الحول، ففيها الزكاة بأن يخرج منها شاة على حساب الجميع، يتراجعون في هذه الشاة بالسوية كل بنسبة ما له من الغنم. نعم. فمثلا صاحب الـ30 وصاحب الـ10 وصاحب يعني المجموع 50 يتراجعون بينهم بالسوية بالنسبة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال وما كان من خليطين يتراجعاني بالسوية، يعني على قدر أملاكهم، كل يلزمه على قدر ملكه من هذه الشاة. أما إذا كانت تعلف أكثر الحول من نفقة هؤلاء الملاك فليس فيها زكاة، ما دامت للنسل والقنية وهي تعلف أكثر الحول فليس فيها زكاة. نعم. يعني غير معدة للتجارة، غير معدة للتجارة وتعلف، نعم، أكثر الحول ما فيها زكاة. نعم نعم. غير معدة للتجارة وهي ترعى أكثر الحول من الكلاء المباح، نعم، هذه فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، وهنا قد بلغت النصاب وهو 40 شاة، لكنها مختلطة، كل واحد ليس عليه زكاة لو انفرد، لو انفرد، لو انفرد، لكن باجتماعها في المرعى وفي المحلب وفي المبيت عليها زكاة الخلطة أغلب السنة. نعم. عليها زكاة الخليطين. نعم. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. يقول: أرجو فضيلة الشيخ أن تشرح هذا الحديث، وهل الاستنشاق لا يخل بالصوم أو يبطل الصوم؟ أسبغ الوضوء معناه إتمام الوضوء على الأعضاء، نعم، بحيث يكون ضافيا على الأعضاء، لا يبقى من العضو شيء لا يصيبه الماء، هذا معنى أسبغ الوضوء. وخلل بين الأصابع، نعم، بمعنى أن يدخل أصبعه مبولة بالماء بين أصابع يديه ورجليه حيث يصل بلل الماء إلى ما بين الأصابع. وبالغ في الاستنشاق، في المضمضة والاستنشاق، إلا أن تكون صائمة، معناه أن يبالغ في جذب الماء إلى أقصى حلقه حتى يصل الماء إلى أقصى حلقه ولا يبقى شيء من فمه لم يصل إليه الماء. وأما في الاستنشاق فيجذب الماء بالنفس إلى أقصى أنفه بحيث يتبلغ بالماء، هذا في غير حالة الصيام. أما في حالة الصيام فإنه لا يبالغ في الاستنشاق، والحكمة في ذلك لئلا يصل الماء إلى حلقه وهو صائم فيحصل الإفطار. فإذا تعمد، إذا تعمد المبالغة ووصل الماء إلى حلقه فإنه يفسر صومه. أما إذا لم يتعمد المبالغة أو كان جاهلا وصل الماء إلى حلقه فإنه يعذر بذلك ولا يفسد صومه. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خير الجزاء. برسالة المستمع الكريم محمد قائد صالح من اليمن تعز، نصل وأنتم أيها الإخوة إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامج نور على الدرب. لقاؤنا معكم إن شاء الله في حلقة قادمة من حلقات هذا البرنامج. شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية. نلتقي وأنتم إن شاء الله على خير. عنوان برنامجنا كالمعتاد نقوله في نهاية كل حلقة: 60059، وإذاعة المملكة العربية السعودية، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى تحية لكم من الزميل المهندس فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.